السلام عليكم أبنائي الطلاب، سنكمل المراجعة الفصل الثالث المعادلات والمتباينات. هذا السؤال الأول، تحليل المقدار الثلاثي. احنا كيف بنحلل؟ نطلع على اخر واحد اللي هو سي 18، بندور على رقمين ضربهم 18، يعني في عندنا 3 و6، ممكن 9 و2، ممكن 3 ضرب 6، كل هدول يعني مبين انهم صح، بس بدنا كمان ضربهم 18. طبعا هون مدام هذا موجب، إذا الإشارتين مثل بعض. طبعا كل الخيارات الإشارتين لو في قوسين مختلفين بالإشارة هذا بيكون مستبعد. الآن بنبحث عن عددين ضربهم 18 وبدنا كمان مجموعهم موجب 9، مجموعهم 9. هنا عندنا مثلا ضربهم 18 لكن مجموعهم 11، هاي وهاي. أما هذا الخيار الأول 3 ضرب 6 18، صحيح، و3 زائد 6 9. إذا الخيار المضبوط هو باء. بإمكانك أصلا كمان تضرب القوسين وتوزع، هيك بيطلع معك بالآخر نفس المعادلة بالضبط. إذا جاك مثلا سؤال مثل هيك، أي المعادلات x بساوي 2 حلا لها، بإمكانك بكل سهولة تعوض. بتعوض 2 في المعادلات، بتشوف مين بيخليها صحيحة. مثلا خلينا نعوض في هاي باء، نقول 4 ضرب 2 ناقص 10 على 2 هل يساوي 3؟ بدنا نشوف إذا بيطلع 3 ولا لا، نحسبها. إذا بيطلع 3 بيكون صحيح. 4 × 2 8 ناقص 10 تقسيم 2 5، 8 ناقص 5 3، يعني نفس الطرف اللي هون. إذا هذه الرقم اللي هو 2 يعتبر حل لهذه المعادلة. لو عوضنا الاثنين في اي واحدة ثانية ما يطلعش، مش حيطلع معك معادلة صحيحة. يعني مثلا نجرب دال، 4 × 2 8 8 × 2 4، 8 زائد 4 12، مش 3، لا يساوي 3. اذا هذا خطأ، دال ليست صحيحة. يعني بالفاينل بده يجيكوا أسئلة مثل هدول، يعني بنفس اللي أخذناهم، شبيهة تماما باللي أخذناهم هون. مثلا رقم 3، حل المعادلة. هاي المعادلة بنطلع عليها دائما بالبداية، هل هي خطية ولا تربيعية؟ هاي المعادلة ليست تربيعية، إذا خطية. ما أخذناش غير نوعين، يا إما تربيعية أو خطية. بدنا نبسطها، نوزع الاثنين على القوس، نوزع الاثنين على القوس. بصير عندنا 2 × 2 × 5 10 يساوي 4 ناقص x. هلا بننقل المجاهيل بطرف واحد، يعني مثلا x عند x، هاي سالب وديها هناك، بصير عندنا 2x بصير موجب 1x. وهون في 4 من اول، العشرة هاي كمان من مرة، بننقل العشرة هناك بصير سالب 2x زائد x 3x، 4 ناقص 10 سالب 6،
بنقسم على ثلاث، الطرفين نقسمه على ثلاث، هنا على ثلاثة على ثلاث، بتروح بضل اكس يساوي سالب اتنين، اكس بيساوي سالب اتنين، بندور عليها بنحط هاي الجواب الصحيح. أربعة، أي المعادلات الربعية مجموعة الحل إلها صفر وسالب واحد؟ بإمكانك في عدة طرق، بإمكانك تعوض، يعني مثلا لو عوضنا هون صفر تزبط بطلع صحيح، صفر تربيع صفر ناقص صفر يساوي صفر، الصفر كويس إذا هاي صح، بس السالب واحد ما بيزبط، سالب واحد عوضه هون بصير سالب واحد تربيع واحد ناقص سالب واحد يساوي اتنين، ما طلع هون صفر، إذن هاي خطأ، دال ليست صحيحة. مثلا هاي عوض فيها صفر، صفر تربيع صفر زائد صفر يساوي صفر، إذن هاي زبط صحيح. نجرب سالب واحد، سالب واحد تربيع واحد زائد سالب واحد يساوي صفر، إذن كمان صحيح، الحلين صحيحين، صفر وسالب واحد هما الحل. ويوجد أكثر من طريقة ممكن نحل المعادلات، في طرق تانية كثير لهذا السؤال ممكن نحله بأي طريقة بدنا إياها. هذا السؤال بدنا نحله مع بعض نشوف كيف. طبعا هون لما تلاقوا مثلا كسور ممكن نحله بالقانون، ممكن نحله بالقانون. كيف طريقة القانون؟ بنجيب A بتساوي 2 و B بتساوي 7 وسي سالب 15. هاي معادلة تربيعية تنحل بالقانون. هلا نحسب المميز، المميز يساوي أذكركم بالقانون، بي تربيع ناقص 4 ضرب A ضرب C، بي تربيع 49 هي 7 تربيع 49، 4 في 2 هي 4، A بتساوي 2 ضرب C اللي هي سالب 15، فهون بصير عندنا 49. انتبهوا هون في عندنا هون سالب وهون كمان سالب، فبصير عندنا سالب سالب، 4 في 2 8، 8 في 15، 8 ضرب 15 ممكن تضربوها في الآلة الحاسبة أو بهذا الشكل، بيطلع معنا كم؟ بيطلع معنا 108 في 5 40، 8 في 1 8 120، إذن هون 120 49 سالب سالب 100، إذا بصير 100 بصير موجب، طبعا سالب والسالب مع بعض إذا بصيروا زائد، هاي بتحول لزائد، إذا 49 زائد 120 169، 169 هذا إيش المميز، إذا هذا موجب، مدام هذا موجب إذا في حلين، شو هما الحلين؟ خلينا نشوف الحل الأول، الحل الأول قانون سالب بي زائد جذر المميز على 2A، هذا القانون. الآن سالب بي، بي كم هون؟ 7، بصير سالب 7 زائد أو ناقص جذر 169 على 2 ضرب A، A 2، 2 في 2 4، إذا هاي الجواب الأول.
هنا في عندنا حلين، زائد أو ناقص، زائد أو ناقص، سالب 7 جذر 169 اللي هو 13 على 4. سالب 7 زائد 13، إذن الحل الأول نستخدم مرة موجب مرة بنستخدم السالب. سالب 7 زائد 13 على 4، سالب 7 زائد 13 فيها 6 على 4 ويساوي، نختصر على 2 على 2، نقسم على 2 بصير عندنا 3 على 2. هاي أحد الحلول. الحل الثاني اللي هو سالب 7 ناقص 13 على 4، يعني سالب 7 ناقص 13 سالب 20 على 4، سالب 20 على 4 اللي هي سالب 5. سالب 5، إذن الحلين سالب 5 و 3 على 2. سالب 5 و 3 على 2 اللي هو هذا فرع A. هاي متباينة خطية، يعني دائما في بيجيبوا بالامتحان توقع دائما بيجيك متباينة خطية، متباينة خطية. المتباينة الخطية بتنقل اكس كله مع طرف واحد وبعدين بتحلها كأنها معادلة. هلا مثلا بإمكاننا ننقل الخمسة اكس هون مثلا، ممكن نبدأ بهذا الشكل. هاي متباينة ليست تربيعية، خطية. إذا بصير عندنا 2 اكس ناقص 5 اكس، وكمان بامكاننا ننقل 3 على الجهه الثانيه بصير موجب. خلص اذا 2 اكس ناقص 5 اكس اللي هو سالب 3 اكس اقل او يساوي 3. بنقسم الطرفين على سالب 3، أيوة لما نقسم على سالب المتباينة، إذا قسمنا على موجب خلاص بتضلها زي ما هي، بس إذا قسمتوا على سالب مباشرة بتعكسوا هاي، هاي أصغر بتصير أكبر، يعني مباشرة. فإيش بتصير؟ أن هاي بتروح، إحنا قلنا إذا قسمنا على سالب أو ضربنا بسالب بينعكس، لأن هاي بتصير أكبر. 3 على سالب 3 اللي هو سالب 1، x أكبر من سالب 1، يعني من سالب 1 إلى ما لا نهائي أكبر، من سالب 1 إلى ما لا نهائي. في طلاب حلوا هاي الأسئلة، مثلا هذا إذا كانت معادلة طلب ومعادلة العرض، معادلة طلب ومعادلة العرض، بدنا التوازن، بدنا كمية. شو يعني الكمية؟ يعني كيو إكس، هنا رمزين الكمية إكس ورمزين لل، ممكن مرات يرمز للكمية كيو. هنا بهذا السؤال رامز للكمية إكس، مدام طلب الكمية يعني إكس، هاي هون كاتب اكس هي الكمية، يعني مطلوب اكس. توازن يعني تساوي، منساوي هدول ببعض بنحط بينهم يساوي، بتنحل بتصير عندنا معادلة سالب 3 ارباع اكس زائد 21 يساوي 10 زائد 2 اكس. معادلة عادية بتحلها بطلع معك قيمة X. معادلة هاي تربيعية ولا خطية؟ بدك تنتبه، هاي المعادلة خطية. إذا هاي كمان مراجعة للمعادلة الخطية، معادلة خطية. إذا هاي تنحل إني أنا مثلا في بإمكاني أنقل 2X هون، وبإمكاني أضرب كلها بأربعة. ليش؟ لو أضربها بأربعة أحسن، لو ضربناها كلها بأربعة بتروح هاي الأربعة مع الأربعة، وهنا ضرب 4
وهون ضرب أربعة، وهون ضرب أربعة، لازم كلها كامل بأربعة. فهلا هاي بضل سالب 3x، لأن الأربعة مع الأربعة راحت. وهاي 21 في 4 84، وأربعة في 10 هون 40، وهون ضربنا بصير 8x، ضربنا كله بأربعة. ليش؟ مشان نتخلص من الكسور، بلاش نجمع كسور نتغلب. هلا ممكن ننقل، أفضل ننقل 3x هاي هون. ليه؟ مشان نصير موجب، بدناش نتريح من الإشارات السالبة. هون 8x زائد 3x، في عندنا 40 هاي نوديها هون بتصير سالب، وفي عندنا من أول 84 هاي 84 موجودة من هون ناقص 40. نقلنا المتغيرات بطرف والثوابت في طرف تاني. 48 ناقص 84 ناقص 40 فيها 44، و 8x زائد 3x يساوي 11x. 11x منقسم الجهتين على 11، هون 11 بتروح ل 11 مع 11، بضل 44 على 11 ويساوي 4. اذا هاي قيمة x التي تجعل ايش التوازن. ممكن نطلع بكيو، هون رمز لها بالرمز اكس، اذا جواب 4. هون معادلة أسية، معادلة أسية x، ما هي قيمة x؟ من نحاول نخلي الأساس نفسه، إذا بنحاول نخلي 3، أحسن شيء 3. هاي كيف بدها تصير 3؟ ثلث كيف بدها تصير 3؟ ممكن نخليها 3 ونغير إشارة الأس، هذا مسموح طبعا. والتسعة كيف بتصير 3؟ التسعة عبارة عن 3 و2، خلاص هذا السؤال انحل. بما أنه الأساس نفسه، إذا الأس يساوي الأس، سالب إكس يساوي 2، نضرب الطرفين بسالب، نضرب الطرفين بسالب او منقسم على سالب 1، بيطلع معنا اكس يساوي سالب 2. نضرب الطرفين بسالب، اذا بنحاول نخلي الاساس نفسه. اذا ما صارش الاساس نفسه ما قدرناش، بنستخدم اللوغاريتم. هون قدرنا نخلي الطرفين 3 3، في طلاب سألوا عن هاي 18. يعني هاي هون رجعنا المعادلات التربيعية والمتباينات الخطية والمعادلات الخطية. مثلا هاي معادلة تربيعية، بدنا نبسطها، بس بدنا نضرب x زائد 1 تربيع. يعني كيف احنا كنا نضرب قوس x زائد 1 مضروب في x زائد 1، هاي معنى x زائد 1 تربيع، ويساوي 2x تربيع. نضرب x ضرب x، x تربيع، x ضرب 1 x، 1 ضرب x كمان x، 1 ضرب 1 1، كل هذا يساوي كم؟ 2x تربيع. هلا بنجي، يعني طبعا المعادله التربيعيه لازم نخليها كلها بطرف واحد ويكون احد الاطراف صفر، هيك التربيعيه.
التربيعية لازم يكون أحد الأطراف صفر، فبننقل هاي هون أحسن، كلهم ننقلهم، خلاص ننقل كامل، فبصير عندنا 2 إكس تربيع ناقص إكس تربيع، وهاي كمان بدي أنقلها بصير سالب. طبعا هدول الثنتين مع بعض اللي هم 2 إكس، إكس زائد إكس كم هاي؟ 2 إكس، وديها هناك على الجهة الثانية بصير سالب 2 إكس. وهون عندنا موجب واحد بنقله بصير سالب واحد، بضل صفر هون. إذا كله نقلناه على طرف واحد. 2 إكس تربيع ناقص إكس تربيع بنجمعه مع بعض بضل إكس تربيع ناقص 2 إكس ناقص واحد. هاي معادلة تربيعية بنحاول نحللها قوسين ما بزبط معنا، يعني مش منلاقيش رقمين اللي بدنا إياهم. فإذا بنحاول إيش؟ بنحاول نحلها بالقانون A بتساوي واحد، B بتساوي سالب اثنين، و C بتساوي سالب واحد. بنطلع المميز اللي هو بي تربيع أربعة، بي تربيع هاي بنربعها أربعة، ناقص أربعة ضرب واحد اللي هو A ضرب C اللي هي سالب واحد، ويساوي أربعة. طبعا هذول ضربهم كله سالب أربعة، أربعة في واحد في سالب واحد سالب أربعة، إذا بيطلع كله موجب تمانية، سالب سالب موجب، إذا هذا مميز تمانية. إذا في حلين، شو هم الحلين؟ X يساوي سالب بي، كم بي هون؟ بي هون سالب اتنين، سالب سالب اتنين بصير اتنين، زائد ناقص جذر الثمانية على اتنين ضرب اي، اتنين في واحد اي اي واحد، اتنين في واحد اتنين. مندور بالخيارات هل هذا موجود؟ لا طبعا منلاقيش ولا واحدة نفس الاشي، بدنا نبسط شوي. قلنا هاي بتقسم كلها على اتنين، كلها بتقسم على اتنين فوق، هاي على اتنين وهاي على اتنين وهاي على اتنين. طبعا الثمانية ممكن نعتبرها، نعتبر الثمانية اربعة في اتنين، وجذر الاربعة اللي هو اتنين، اذا بصير عنا اتنين زائد اتنين جذر اثنين. اذا هنا في كله ممكن نقسم الكل على اثنين، فهنا اثنين بتصير واحد، وهاي الثانية على اثنين بضل جذر اثنين، وهاي اللي تحت كمان على اثنين بتروح مع بعض، كله تقسيم اثنين يضل واحد. اذا هذا الجواب واحد زائد ناقص جذر اثنين. المهم هاي معادلة تربيعية انت ممكن تجيك من هون، يعني المعادلة هاي ممكن تيجي السؤال بس هاي، يعني يعطيك هاي ويقول لك حل المعادلة، بتحلها على المميز بهذا الشكل. طلع المميز موجب، المميز موجب، اذا يوجد حلين هاي، ممكن بسطه نقسمه كله على اثنين، كل الحدود بتقسيم اثنين، طلع معنا هذا الجواب. يعني هلا راجعنا كل الاشياء اللي بشابتر 3، باقي علينا المتباينة التربيعية. نذكر بس كيف طريقتها المتباينة التربيعية، نحل نشوف هاي متباينة، هاي خطية، هاي اخذنا مثلها كثير، نشوف متباينة تربيعية هاي. مثلا نشوف هاي، هاي متباينة تربيعية، شو المطلوب؟ اكبر من صفر. شو يعني اكبر من صفر؟ يعني موجب. بدنا نشوف وين بيكون هذا موجب. اكبر من صفر يعني موجب. كيف الطريقة؟ كنا حللنا قوسين، بس نتأكد انه هون صفر، هون هي صفر تمام، يعني هذا السؤال لا ما في صفر هون، بدك تنقلهم هناك اول، تنقل هاي وتنقل هاي بعدين بتحلل. اما هذا السؤال مباشرة لانه هون صفر، اذا بتحلل قوسين اكس اكس، شو الرقمين ضربهم خمسة ومجموعهم ستة، ضربهم خمسة ومجموعهم سالب ستة،
إذا الثنتين سالب أكيد، سالب سالب، ضربهم خمسة يعني هلا مين ضربه خمسة؟ خمسة بواحد، خمسة في واحد ومجموعهم ستة يساوي صفر. هاي حللناها بكل سهولة، ما استخدمنا القانون، ما فيش داعي. اكس يساوي خمسة، اكس يساوي واحد، وممكن نحلها على القانون، بس هنا طبعا مش مستاهلة قانون، هاي سهلة لانها انحلت معنا بسهولة. هاي الرقمين عوضوهم هون، عوض الواحد هون والكمان الخمسة بيعطيك حل صحيح صفر. اذا بامكاننا نعرفهم بسهولة، واحد وخمسة بنحط على الخط، واحد وخمسة وسالب ما لا نهاية وما لا نهاية. قلنا الإشارة، هلأ بنشوف الإشارة. إذا كان A معامل X تربيع موجب، A موجب معامل X تربيع، بيكون هون بالنص عكسه، هون نفس الإشارة. إذا الإشارة الموجبة على الأطراف من سالب ما لا نهاية إلى واحد ومن خمسة إلى ما لا نهاية. إذا هاي الجواب. إحنا ليش اخترنا الموجبة؟ اخترنا الموجب لأنه السؤال بالأصل طالب متى يكون موجب، هاي أكبر، أكبر من صفر. هاي الإشارة شو معناها؟ أكبر من صفر، يعني موجب اللي هو سالب ما لا نهاية للواحد ومن خمسة إلى ما لا نهاية. مندور عليها، من سالب ما لا نهاية للواحد مفتوحة ومن خمسة، إذا جواب دي. مش هون A غلط، هاي مكتوبة هون بالأحمر خطأ. المنطقة الموجبة، وهي راجعنا لهون، راجعنا كل المعادلات، والمعادلات الأسية والمعادلات الخطية والمعادلات التربيعية والمتباينات. هون مثلا هذا السؤال كمان بدنا نحاول نخلي الأساسات زي بعض. شو كيف بدي اخليهم زي بعض؟ في عندنا هون ثلاث، هون 27، بنعرف انها ثلاث بدنا نخليهم مثل بعض. 27 3 اس 3، طبعا هون بدك تضرب 3، هاي بضلها زي ما هي، هاي بتصير 3 اس 3 اكس. طبعا هذول بنضربوا ضرب. إذا هاي صاروا الأساسات تماما مثل بعض. إذا نستنتج منها إنه هذا الأس يساوي هذا الأس. خلينا نكتب هذا أول، 3x يساوي x زائد 2. ننقل x عند x، ناقص x بصير ناقص لأنه نقلته، وهم بضل 2. 3x ناقص x 2x يساوي 2. نقسم على 2 هون وعلى 2 هون، بتروح 2 على 2 1، اذا x يساوي 1، اذا قيمة x يساوي 1. اذا يوجد حل وحيد، مين هو الحل الوحيد؟ x يساوي 1، مش حلين. هون في خيارات كتير، هون مثلا سالب موجب 1 غلط، لانه هاي معادلة طلع لها حل واحد اللي هو الواحد. يعني هذول اهم اسئله موجوده هون في هذا المكان، اهم شيء هذول الاسئله يعني بالامتحان الفاينل. وشكرا لكم.